أقدم طلبة جامعة خميس مليانة على تصعيد الاحتجاج بمقاطعة امتحانات السداسي الأول بسبب عدم توفر أدنى شروط لتوفير تحصيل علمي جيد. في وقت الإكزام ما كاش المكتبة تكون تبلع الزوج ونص، التيراج ما يبانش مليح، والإكزام الشيوخ يعطونا لي بوليكوب يضغطوا علينا، كاين بزاف مشاكل في الجامعة. يوجد مادة يوجد فيها 11 محور، 11 محور، احنا درنا منها محور ونص، كيف ندير؟ كيف ندير الإكزام تاعها؟ مثلا غدوة كي نروح ندير في ماستر ولا في جامعة واحدة أخرى تكون النسبة تاعي ولا الكفاءة تاعي ما تعداش معاهم. رئيس جامعة خميس مليانة أكد على أن مصالحه تعمل على إيجاد حلول مستعجلة وأن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام الطلبة. دائما في الاجتماع لهذه الانشغالات ونحاولوا نحلوها بكل ما أوتينا من جهد حتى يكون فيه سير حسن. احنا في هذه الأيام كما تعلم في امتحانات، كان هذا الإضراب اللي تم اليوم في بعض الانشغالات، رانا قررنا انه استدعينا كاع كل التنظيمات الطلابية ليجد الطالب نفسه ضحية لحالة اللا استقرار التي تمر بها الجامعة خاصة وهم في مرحلة الامتحانات.